بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم عن موضوع جديد اليوم في مواضيع المانجمنت ان فيزيكال ثيرابي. موضوع مهم اليوم نتكلم عليه ومش هيكون طويل ان شاء الله، اللي هو الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن او الاتصال بشكل عام والتواصل تعتبر من احد اهم محددات نجاح اي مؤسسة او اي ادارة بشكل عام. ليش؟ لأنه من أساسيات العمل الإداري، إنه في تواصل، اتصال وتواصل بين الموظفين والإدارة الأعلى أو الإدارة والموظفين من أسفل أو المؤسسات المشابهة. فلازم يكون دائما فعالية الإدارة تعتمد على نجاعة وعلى كفاءة عملية الاتصال والتواصل، توصيل الرسالة بالشكل السليم، توصيل أهداف المؤسسة والخطط ونظام العمل لجميع الموظفين بشكل عام، تصحيح الأخطاء إن صارت أو إن حدثت. فلو كان الرسالة للتصحيح ما وصلتش بشكل سليم، مش حيتم تصحيح أي شيء. فمن هنا بيجي أهمية موضوع الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن تعريفها اللي هو الترانزميشن اوف انفورميشن، انتقال المعلومات، والبلانز والايدياز، فيلينج اند سجيشن بتوين انديفيدوال اند ريسيفينج ذا رياكشن اباوت ذيم. يعني نقل معلومات ما يخص العمل، طبعا كل ما يخص العمل من معلومات اداريه، معلومات فنيه، تعميمات وما الى شابه، خطط العمل الحاليه والمستقبليه، والافكار، مشاركه الافكار وانتقالها، المشاعر والاقتراحات. يعني ممكن انت شاعر انه مثلا انه الخطة هذه مش ماشية بشكل سليم، الامور او هي الافضل، اقتراحات ممكن تقدمها للمرؤوس تبعك او لادارتك، سواء بين الاشخاص في على نفس المستوى او غيره. وكمان مش بس كده، كمان هو receiving a reaction about them. كمان انت بعد ما تنتقل المعلومات هذه وتنقلها، بدك تشوف رد الفعل، كيف انطباع، كيف الفيدباك اللي بنسميه. فيبقى كوميونيكيشن يعني حاجة مهمة جدا، بالتالي تعتبر هي tool through which manager can achieve the goals of organization. يبقى هي حاجة مهمة جدا، لأنه عن طريقها المدير أو الإدارة بتقدر تحقق أهداف المنظمة أو المؤسسة. زي ما قلت، أي أهداف بدها نقل الأفكار. يعني الإدارة بدها نقل تعميمات، نقل قرارات، نقل خطط وإلى ذلك. ولازم يتأكد أنها وصلت بالشكل السليم عشان تحقق الهدف المطلوب منها. فيبقى من هنا حنلاقي أنه في الكوميونيكيشن له عدة عناصر عم نسميها element of communication. أول إشي السورس أو المصدر. سورس اللي هو البيرسون هو هاز ايديا، يعني الناس او الشخص هو مصدر من هذه الفكره او النولج او المسج، الرساله كان ترانسميت تو اذر، يعني مين هو، يعني الشخص اللي هو حينقل الرساله للاخرين. هي مي بي مانجر او هيد اوف ديبارتمنت او سوبرفايزر، ممكن يكون هو الاداره العليا او رئيس دائره او سوبرفايزر. كل هذول ممكن يكون هو السورس او مصدر هذه الرساله او نقل هذا الحوار اللي حيتم. تاني حاجة عندنا العنصرية المسج، الرسالة اللي بدها توصل. الرسالة هي الانفورميشن which was prepared in order to be easily received by others. يبقى هي المعلومة اللي حتعد بحيث انها تصل بسهولة. كمان يعني حنيجي لها الرسالة هذه عندنا حنتكلم لها خصائص، لازم يكون لها واضحة، تكون مفهومة، نتأكد انها فهمت بشكل كويس. وهي يعني الفكرة الأساسية اللي بدها تنتقل من الإدارة للموظفين بشكل عام. التشانلز أو القناة اللي حتمشي فيها هذه أو الرسالة، يبقى اللي هي التشانل through which message will be transmitted from source to receiver. يعني القناة اللي حتمشي فيها الرسالة هذه من المصدر، سواء من المدير العام مثلا لرئيس الدائرة لرئيس القسم الشؤون وهكذا، القناة اللي بيمشي فيها. أو ممكن تكون يعني حاجات اليوم التكنولوجية،
ممكن تكون فيجوال، اوديتوري، ريتن، كونفرنس، ليتر، انوال ريبورت، تليفون، ايميل، وات ايفر. يعني اليوم العناصر او اتصال السوشيال ميديا، الحاجات هذه كلها اليوم عناصر ممكن تعتبر شانل لنقل الرسالة. الريسيفر اللي هو is a destination maybe one or a group of individual. الريسيفر يعني هو اللي خلاص وين حتصل الرسالة. ممكن تكون هذه لمجموعة عمل كاملة، فريق عمل، أو لشخص واحد معني في هذه الرسالة تصل له، من حيث قرار، من حيث تعميم، من حيث ممكن يكون الرسالة تنبيه أو ماذا أو ما شابه. The receiver interprets the message and make answer to the source. يبقى على الريسيفر هذا اللي حيتلقى الرسالة بده يفسرها أو بده يعمل ريسبونس عليها، بده يعمل الريسبونس هذا وينقله يرجع تاني للسورس. فيبقى هي عملية يعني تو، يعني مش one way، هتكون two way، يعني خط رايح وخط جاي الرسالة هذه. طيب هاي الكوميونيكيشن بروسيس، انه في انبوت اللي بعدين اللي هي ايش انا بدي عن طريق المسج، لا الاوتبوت اللي هي انا ايش فهمت من هذه الرساله. اوكي، فيبقى الرساله يعني بنسميها كودينج او دي كودينج. لا هذه الرساله فهم او يعني او زي فكره فك شفره لها لو مثلا او ما شابه. ممكن تكون speak, writing, graphic, video، قلنا إيش كل هذه means يتنتقل فيها هذه الرسالة. فبالتالي لازم يكون في قناة يعني واضحة وسلسة وسهلة بحيث أنها تنتقل وتنعكس output إيش behavior في العمل. أنا استقبلت الرسالة وفهمتها تمام وحطبق الكلام المفهوم فيها، لو كان خطط عمل جديدة، طريقة عمل جديدة، يعني إيش مكان هذا الرسالة وصلت لي، وعلي أنا مثلا كسبوردينيت أو مثلا كستاف في هذه المؤسسة أن أنفذ هذه الرسالة اللي وصلت لي بشكل سليم. فحنلاقي أن الكوميونيكيشن ينقسم إلى جزئين بالتالي، في حاجة اسمها فورمال وأن فورمال كوميونيكيشن. فورمال يعني رسمي، له الطابع الرسمي اللي هو يعتمد على كتابة الشيء بشكل حرفي بأسلوب معين، والإنفورمال كوميونيكيشن اللي هي لا يعتمد الأسلوب الرسمي، يعتمد بشكل كبير على العلاقات الشخصية، وكل واحد له ميزات وعيوب وله دواعي استخدام في أوقات معينة. في أوقات لازم يكون الكلام رسمي، الكلام الشفوي في مواضيع معينة لا يجزي ولا ينفع، في بعض الأحيان لا ممكن هو اللي يكون بيسهل العمل. الفورمال كوميونيكيشن تكون مثلا هي داونورد كوميونيكيشن، دائما جايه بشكل هرمي من الاعلى للاسفل بشكل داونورد كوميونيكيشن. ستارت فروم اني بوينت اباف انذر بوينت اون اوف ذا ادمنستريشن كوميتي، يعني بتبدا ممكن تكون من المدير العام زي ما قلنا، مدير دائره، من مدير دائره رئيس قسم، من رئيس قسم رئيس شعبه، من رئيس شعبه لا الموظف، وهكذا. فيبقى ماشيه بشكل ايش داونورد بشكل عام تنازلي. بشكل عام هذه الكوميونيكيشن help directing and controlling function of management and transmit philosophy and objective of organization. هذه القناة بشكل عام بما انها شكل رسمي واخذ الطابع رسمي، بتساعد انه المدير او الادارة انها توصل رسالتها بشكل عام من ناحية الاهداف، فلسفتها، من ناحية خطة العمل بشكل واضح للموظفين في درجات الاسفل في سلم الوظيفة. الأبورد كوميونيكيشن عكس الداونورد كوميونيكيشن، start from any point below to other point above، من أي نقطة below لا أي نقطة above of the administrative committee. يعني ممكن تكون سلسلة قصيرة مثلا من مدير الدائرة لمدير عام مباشرة، ممكن تكون من رئيس القسم لمدير الدائرة لمدير العام، وهكذا تسلسل إداري. يبقى الأساس منها أنها من نقطة below، من سلم إداري أسفل لسلم إداري أعلى في الهرم الإداري أو في المجتمع الإداري في هذه المؤسسة. طيب إيش فائدتها؟ help in transmitting information in that help in evaluate أو تعمل evaluation of activity and task of directors to detect any defect in administration and way of correction.
انا بستفيد منها هذه، بتديني الفيدباك هنا، هذه الداونورد او الابورد عفوا كوميونيكيشن، هي اللي حتديني فيدباك انه الرساله وصلت بشكل سليم، تقييم للعمل، خط للعمل، اذا كان في اي حاجه محتاجه لتصليح او اصلاح في خلال العمل. فهي كانها عين الابورد كوميونيكيشن، تكون هي كأن العين بتاعت الاداره لما يجري يعني اسفل منها. فيبقى هذه بتساعد لنقل المعلومات لتقييم اي نشاط بيقوم فيه الفريق العمل للاداره العليا، عشان اذا في اي خلل زي ما قلنا في موضوع الكنترول سابقا يتم بسرعه يعني التدخل وتصحيح المسار، او اذا كان الامور ماشيه تماما هو كذلك هو الافضل ان الامور ماشيه على ما يرام. نوع تاني من الكوميونيكيشن اللي هو lateral او horizontal communication، اللي هو يعني على مستوى اللي بنسميه النظراء يعني بشكل عام، بين اي شخص والنظير له في العمل. يعني from any point to another point at the same level، اهم شيء انها of the administration committee، من رئيس قسم لرئيس قسم، من رئيس شعبه لرئيس شعبه، بشكل عام يعني في نظراء في هذا العمل. هذا بيساعد على help transmission of information، نقل المعلومات، help coordination والتنسيق النشاطات بين الأقسام المختلفة، يعني بيساعد على إنه نقل المعلومات، help transmission of information، يعمل coordination activity between different departments. هذا مهم جدا للتنسيق، تنسيق العمل بالذات. مثال إحنا المستشفيات مثلا التأهيل، علاج طبيعي وعلاج وظيفي، الخدمه الاجتماعيه وما شابه، تغذيه، فكل هذه اقسام هدفها يعني تحقيق الهدف العلاجي للمريض او تحسين حاله المريض. او لو في اقسام داخل المستشفى بشكل عام، مختبرات، بصريات، علاج طبيعي وهكذا كمستوى اقسام، فيبقى على مستوى رأس أقسام الاتصال والتواصل بينهم لنقل المعلومات، أو على مستوى أقسام خدمة يعني كفريق عمل لمريض معين، مثال في العلاج الوظيفي مثلا والعلاج الطبيعي بتشاركوا معلومات على المريض، إيش الخطة العلاجية ماشية بشكل سليم، في ممكن حاجة تانية نضيفها أو نغير وما إلى ذلك. أو على مستوى الإداري لو كانت مجرد أشياء إدارية، نقل هذه المعلومات وطريقة تنفيذها من إدارة من قسم لآخر. بعدها اللي هو الانفورمال كوميونيكيشن، اللي بنسميه الكلام أو أو التواصل الغير رسمي، التواصل الغير رسمي. هذا نوع من أنواع التواصل اللي بيستخدم في الإدارة لتسهيل العمل، لتسريع المعاملات. يعني اليوم عندنا روتين بيتطلب انك انت تمشي في المعامله من سلم اداري 1 2 3 4، ماشي بتاخذ الشكل الاداري يمشي براحته، بس ممكن انا باستخدام العلاقات الشخصيه بين المدراء مثلا وبعض رؤساء وبعض انه تنفذ المعامله وتيجي ايش لغايه ما تيجي الرد الكتابي او الشكل الاداري، يعني يكون اسرع في تنفيذ العمل. أو ممكن يكون كنوع من أنواع اللي هو التنسيق المسبق ل يعني للتخطيط ما أو لتنفيذ خطة ما بين الإدارات المختلفة، بين مؤسسات مختلفة. فهذا النوع من الاتصال يعتمد على الـ personal relationship، يبقى لأنه informal يعتمد على الـ personal relationship أو العلاقات between staff and organization and not related to the level of administration committee. يعني له علاقة بشكل أساسي بين العلاقات بين الستاف في هذه المؤسسة، وما لهش علاقة في المستوى الإداري، ما لهش علاقة إيش المستوى الإداري بس مش منتظم، مش مرتبط إنه يمشي بالتسلسل الإداري upward أو downward communication اللي بيمشي بشكل عام، اللي هو العلاقات الشخصية بين الأفراد في هذه المؤسسة. طيب ايش مواصفات الانفورمال كوميونيكيشن؟ اول حاجه نوت كنترول وذ توب مانجمنت، مالوش دعم، بتحكموش في الهيئه الاداره العليا. يعني زي انك مثلا بتنسق بين زميلك بالعمل لتنفيذ
أي موضوع متفق عليه مثلا، أو مشكلة بدكم تشوفوا لها حل، بأنك أنت خلاص تتفقوا على الحل، بعدين تتم عرضه على الإدارة ل يعني لرأي النهائي أو لاتخاذ القرار النهائي. فيبقى أنت ممكن تكون خلصت، أو زي ما بيقولوا طب يعني بالبلد طبخت طبخة بينك وبين زميلك وجهزت ورتبت كل الأمور، بس بتم على بعد كده عرضها للإدارة للموافقة أو لأخذ الطابع الرسمي. فهذا كثير بيساعد في إنجاز كثير من المعاملات بشكل عام. نوت اورجنايز مش لازم ينعمل له مواعيد وتكلم السكرتير وتاخذ موعد وتعمل اجتماع وتعمل ورشه عمل، ولا مالوش كل مش محتاج. طيب يعني ممكن يتم بينك وبين زميلك وانت ماشي في الممر وانت قاعدين في البريك، اي بريك ممكن في التلفون، يعني ما محتاج اي تنظيم ورسميات بشكل عام. تاني حاجة سيرف ذا بيرسونال بينفيت، بيساعد انه يعني ممكن يكون له بيخدم الشخص نفسه بشكل عام اللي هو يعني الموقع الإداري هذا، بحيث انه بنخليه ينجز العمل بشكل أسرع، و يعني ببين انه قديش له العلاقات وإلها تأثير في إنجاز العمل. فبيساعد برضه يعني بدي انطباع انه الشخص هذا بيقدر يدبر الأمور ويمشي له علاقات جيدة مع الآخرين، وبيقدر يعني يلاقي مخارج لأي إشكالية. فبالتالي هنا نرجع سؤال تاني، why communicate؟ ليش إحنا بنتواصل بشكل عام؟ ممكن يكون التواصل هذا هدفه تغيير سلوك. يعني أنا ممكن يكون الهدف منه في العمل إنه لقيت إنه الموظف أو العامل أو هذا بيعمل الشيء بشكل خاطئ، فيبقى أحد الأسباب الاتصال والتواصل أن أعلمه، يعني هل أسيبه على الخطأ ولا لا، أعلمه في الحاجة، أوصل له رسالة إنه هذا الشيء خطأ ولازم تغيير السلوك، تغيير البيهيفير بشكل عام. تاني حاجة to get action، إنك أنت بدك توسع تعمل شيء، يعني لازم عشان يتم عمله إنه ينتقل هذه الرسالة، يعني مش هيفهم منك المرؤوسين عندك من غير ما توصلهم المعلومة إيش مطلوب منهم. فيبقى عشان تو جيت اكشن لازم يكون فيه تواصل واتصال وتواصل عشان تحصل على الاكشن او الاجراء المطلوب. كمان حاجه انك تتاكد انه وصل وفهم المطلوب منك، يعني وصلت له رساله تتاكد انه كمان تم فهمها، يعني انا واضح. فبدك تساله اسئله انك انت بتدل انه الشخص اللي وصلت له رساله فهم المطلوب منه من طبيعة المشكلة، إنه مثلا طب أنت يعني الوقت إيش حتعمل؟ هيقول لك أنا هعمل الخطوات العلاجية 1 2 3، فمعناته إنه فهم إنك أنت معنات إنه مطلوب منك تحسن مثلا أداء معين. لو عنده مثلا بالشخص هذا بيعملش الإجراء المطلوب منه بشكل سليم الإداري مثلا، فبدك توصل له رسالة وتتأكد إنه فهمها بإيش، إنه أصبح لا يعمل مثلا الحاجة اللي كان بيعملها بشكل خاطئ، خلاص يعني انتهت وصار عنده فهم للعمل بشكل دائم. لا كمان استلا بشكل عام أحد الأهداف الاتصال إنك أنت لمواصلة عملك تو بالسيود، إنك أنت تواصل أي شيء وتستمر فيه وتمشي على هذا الأساس دائما، اللي هو عن طريق التواصل، انك انت احنا ماشيين كده صح ونكمل على هذا النسق او نغير شغلنا. حاجة تانية انه هو يعني انك انت to get and give information، انك تاخد من بستفيد انا من العمل هذا، ان يا اما انا بحصل على معلومة يا اما بوصل معلومة لغيري. المعلومة هذه ممكن تكون إن أوصلت له مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، وصلت له فكرة أنا بدي أنقلها، أهداف العمل البلان تبعتي، وأنا ممكن أستفيد من الاتصال والتواصل هذا إن أنا ألاقي معلومة جديدة مش أنا مش عارفها، أفهم شيء جديد أو ألاقي فكرة جديدة، ممكن من خلال التواصل والنقاش تنضج فكرة عمل جديدة من خلال هذا الاتصال والتواصل. يبقى
احنا بنتواصل مع بعض نستفيد منه. تغيير السلوك ان اصل لعمل او اخد يعني رد فعل معين، اتاكد انه رسالتي وصلت، ووسيلة للاستمرار واقناع الاخرين، وسيلة للاقناع، وكمان اللي هو اني باخذ معلومات بوصل معلومات لغيري. هذا كله لماذا يتم او ليش اهمية الكوميونيكيشن. effective communication هو، او عشان يكون بشكل فعال لازم يكون the right people، عشان الرسالة تكون مهمة او عفوا فعالة بدها تكون تصل للناس الصح. يعني مثال، انا بدي اتصل عندي حالة طارئة، بدي اتصل صحية، مش بدي اتصل في الاسعاف ولا بدي اتصل في المطافي، اكيد حتصل في الاسعاف. وهيك يبقى الكوميونيكيشن كان مع الناس او الشخص السليم او الشخص المطلوب. تاني حاجة إنه بدي أوصل المعلومة صحيح السليمة، إنه وصلت المعلومة، أنا عندي حالة طارئة، في مريض بيعاني من مشاكل في القلب، مشاكل ضغط، مشاكل سكري، وصلت المعلومة المطلوبة. كمان مهم جدا المعلومة تصل، أهميتها هنا حاجة حساسة جدا مهمة جدا، right time. المعلومة إذا ما كانش وصلت في الوقت السليم ما بكونش إلها معنى. يعني أحيانا في اتخاذ القرار الوقت كل ما كان مبكر، كل ما كان بيكون القرار فعال وبيكون له يعني زي ما بيقولوا أثره الناجع. وتأخر في نقل هذه المعلومة ممكن يكون له عواقب كبيرة، فيبقى لازم تكون في الوقت المناسب. طيب إيش اللي ممكن العوائق اللي بنسميها باريرز، الحواجز اللي ممكن تخلي الرسالة ما تصلش بشكل فعال، وبالآخر يحسن كل الكلام اللي احنا بنحكيه هذا ما يكونش أتى ثماره. رقم واحد، نبدأ من حيث ما انتهينا، انه التايم unsuitable message time، انه الوقت ان بعت فيه رسالة غير سليم. انا بعت رسالة وكتير بتصير للأسف الشديد في بعض الثقافات عندنا احيانا، انك انت مثلا عشان الرسالة تصل في وقت سليم بدك مثلا في مؤسسة حكومية لازم تكون في وقت عمل. إيش معنى التواصل مع موظف بدك إياه يخدمك في وظيفة أو في شيء في أثناء العمل، لما تكلمه بعد وقت الدوام إيش هيعمل لك؟ هيقول لك خلاص بكرة أثناء الدوام تواصل معي. أو إنه كان الوقت هذا في بده عمل تدخل سريع، بالذات لو كان حالة إميرجنسي، حالة طارئة، ولازم التدخل الإسعافي والتدخل الحاسم يصل والرسالة تصل لطلب إسعاف مثلا، طلب نجد، أي شيء. وإذا متأخر بكون فات الأوان، فيبقى الوقت بيكون بده يكون حاسم، بده يكون مناسب. مش حتواصل مع شخص هو أثناء اجتماع مثلا، مش حاسب بعت له رسالة أثناء اجتماع مش حيشوف رسالتك، وهكذا. يبقى تنقي الوقت أو تختار بعناية الوقت المناسب لإيصال هذه الرسالة. كمان حاجة تانية، إني بعمل البنج الأوفرلود في من يعني عدد يعني information overload in the message، إني بنقل يعني الرسالة بدل ما تكون محددة بسموها concise، يعني وحاجة واضحة وصريحة، بخش بمقدمات ودباجة وكتير، بحط تفاصيل كتير، بغرقها بالتفاصيل اللي بتنسي أو بتضيع مضمونها. يبقى أنا زودت المعلومات اللي ما إلهاش لازمة في هذه الرسالة، أفقدتها قيمتها وضيعت الهدف منها. فيبقى دائما إنك أنت بدك تحدد إيش بدك إياه. أنا بدي مثلا من الموظف أو المسؤول أو الأخصائي العلاج الطبيعي أوصل له رسالة مثلا إنه مثلا يتعامل مع المريض هذا، المريض وصل إنه كمثال بده نوصله لانه يستخدم اداه معينه او تكنيك معين. فانا مش محتاج اقول له منك تعمل اسسمنت وتعمل بلان وتعمل ولانه وصل كذا، فابصر خش في الموضوع مباشره. تاني حاجه، الكالتشر ديفرنس بتوين ذا سورس اند ريسيفر اوف ذا مسج، وهذه موضوع الاختلاف الثقافي كثير له عامل في الثقافات المختلفه. ممكن بعض الكلمات أو بعض المصطلحات بتكون في بعض الثقافات إلها معنى، وفي بعض الثقافات
لها معنى مختلف تماما. فعدم فهم اللي هو الاختلافات الثقافية بالذات من الناس اللي تتعامل مع مؤسسات أجنبية، ف يعني الأساليب السلام، أساليب التحية، أساليب الرسالة، كتابة الرسالة تختلف من ثقافة لثقافة. من فمهم جدا التعامل، حتى احنا في مجتمعنا حتلاقي مثلا يعني من غير في اختلافات ثقافية واضحة بين الناس. يعني احنا لو حقنا غزة لو وجدت ان من رفح في الى جباليا في بعض الاختلافات الصغيرة بالنقاط بنسميها اختلافات ثقافية في التعامل، في الكلام، في بدك تفهم الاختلافات الثقافية هذه ممكن تكون انت وصلت الرسالة بشكل فهمها منك، لأن نتيجة الاختلاف الثقافي هذا انفهمت الرسالة بشكل سلبي. تاني حاجة ممكن تكون اللي هو language barrier. المثال أحد الأسباب إنه الرسالة ما وصلتش إنه في مشاكل لغوية، أنت بتعامل تخاطب ناس بلغة تانية. مثال زي الألمان أو اليابانية، هذول بيعتزوا بلغتهم بشكل كبير، إذا أنت ما تواصلتش معاهم بلغتهم ممكن ما يكلموكش ولا يجاوبوا عليك ولا يسألوك. يبقى language barrier ممكن يكون أحد الأسباب. Loss of trust أو loss of trust in other، ثقة. لو كان في تجارب أو خبرة سابقة مع هذا الشخص إنه بعدم الثقة أو إنه غير جدير بالثقة، فبتقل مصداقية الرسالة هذه، فممكن يكون هذا أحد الأسباب. إنه bad message design، إنه المسج هذه مصممة أو ما انبعثت بشكل يعني مكتوبة بشكل ركيك، يعني بالذات في الحاجات الفورمال لازم بيهتموا جدا بشكل ترتيب الكلام، الخط نسقه، حتى في بعض الحاجات بيشترطوا انك انت عشان تخاطبهم بفورم معين بالخط، بالكتابه، بالعدد الكلمات. فيبقى المسج ديزاين مهم جدا، ممكن احد العوائق اللي ما تخليش الرساله تصل بشكل كويس. Different in interpretation of message due to different in educational level and technical experience between the source and the receiver of the message. يعني انه فهم الاختلاف بين فهم الرسالة نتيجة اختلاف لغوي او اختلاف ثقافي واختلاف مثلا بالخبرات العملية بين مصدر الرسالة والريسيف المسج، هذه كبيرة بتعمل خلل كبير، بالذات كل ما زاد شخص تعليمه وصار يتعلم او يتكلم بمصطلحات، يتكلم بحاجات تقنيه من غير ما يعني ما يحاول سواء بعمد او غير عمد انه يبسط المعلومه هذه للناس الاقل منه، يتاكد انه يستخدم اللغه اللي بتناسبهم. يعني احنا يعني حتى الرسول عملوا الناس على قدر عقولهم، فانت لازم تكون عشان تصل رسالتك بدك تتاكد تتعامل في تنزل لمستوى الشخص اللي إذا كان أقل منك ثقافة، تنزل لمستوى في توصيل الرسالة. وإحنا هذه كتير بنستخدمها في شرح الإكسرسايز في العلاج الطبيعي، بالذات لو نتكلم مع ناس مش متعلمين ممكن نديهم ديمونستريشن، نعملهم نديهم رسومات، فيبقى بدأ مش هيفهم منك لو قلت له بدي تعمل activity of daily living. إيش يعني activity of daily living؟ لا، هتو هيفهم منك إنه بدي منك إنك أنت كأنك بتمشط شعرك، كأنك بتلبس ملابسك، كأنك بتقعد على الكرسي وهكذا. فبدك تتأكد إنه الرسالة ومستوى الرسالة وصلت بالشكل السليم. فمن هنا ننطلق لإنه إيش الطريقة إنه نحصل على effective communication، method of obtaining effective communication. أول حاجة the idea of message to be clear. إيش أنا بدي من الرسالة بالآخر؟ بدي ان اوصل ل ان اوصل للمدير تبعي ان انا مثلا في مشكله ما في العمل، هقول له يعني سياده المدير بعد المتابعه والملاحظه يوجد مشكله 1 2 3، خلص رساله واضحه. مش هخش انه لانه كذا وخش في متى، هذا يبقى اخش في الموضوع مباشره بشكل واضح وصريح. select suitable time and for sending message. نرجع تاني، لا المهم جدا الوقت اللي بترسل فيه رساله،
يعني تالت مرة نتكلم على إنه التايم مهم جدا في موضوع الرسالة، نختار الوقت المناسب. تاني حاجة إنه مش بقول لك خلاص أنا بعتت واستنى، أنا بعتت لهم رسالة، لا، بدك تبعت رسالة. في أحد الأساليب، في ناس تعمل إنك أنت تبعت رسالة اليوم، وبعد الرسالة بتبعت معاها مباشرة تتصل تليفون تقول أنا بعتت لكم رسالة في كذا 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 رجاء المتابعة. بعد يوم او يومين ثلاثه اتاكد ان تاني انه يعني في بخصوص الموضوع الفلاني انا بعتنا لكم اياه، ايش تم الاجراء عليه؟ ما صارش رد، بعد كمان خلال اسبوع تاني رجعت اتاكد تاني وهكذا. فلازم يكون في احيانا، في بعض الاحيان في المصالح لازم يكون في نوع من الفولو اب والالحاح لتنفيذ هذا العمل ومتابعته. يبقى فولو اب تو شو ذات سم مسج سنت اند ريسيف باي ريسيفر، تأكد ان الرساله وصلت وتم استقبالها وبدا يصير في اكشن عليها. ثاني حاجه انك ميك شور ذات ريسيفر اندرستاند ذا ديزاير مينينج اوف ذا مسج، تتاكد انه خلال اتصالك وتواصلك معه انه الشخص المطلوب منه يستقبل هذه الرساله فهم المطلوب منه. كيف حتعرف؟ من خلال لو كنت انت مشرف عنه، انه اذا كانت زي ما حكينا انه ليش انا بتواصل، اذا كان في بيهيفير سليم غير سليم عفوا تحسن البيهيفير تبعه، او من خلال التاكيد طب انا ايش قلت لك؟ واحد اثنين ثلاثه مطلوب، واحد اثنين ثلاثه تخليه يعيد المطلوب منه. لو كنا بدك توصله كرساله مثلا تعلم تمرين معين، واجيني كيف بدك تعمل واحد اثنين ثلاثه وشو يعمل يعيد التمرين قدامك. فبدي اتاكد انه الشخص المطلوب منه يعني الرساله وصلها وفهمها بشكل سليم وبدا يطبقها. وبهيك بنكون انهينا موضوع الكوميونيكيشن، أتمنى يكون يعني بإذن الله واضح للجميع وما يكون فيه أي إشكالية.